الأول خلونا نرحب بالشيف سمر معانا ونشوف النهاردة تعمل لنا ايه في أكلاتنا الجميلة. أهلا بيكي وصباحك فل. صباح الجمال، يا مرحبا، وحشتينا تسنيم. المرة اللي فاتت ما كنتش موجودة معانا. الله يكرمك، ربنا يكرمك. بيقولوا كانت عظيمة جدا ولا فاتتني المرة اللي فاتت. لا ان شاء الله بقى سيبك، مش هيفوتك المرة دي. صباح البحر والجو الحلو. الجو جميل بس برد، احنا مش طايقينه في تركيا بصراحه. لا هو الجو برد، والنهارده انت عامله صينيه سمك سنجاري تدفينا برده شويه. الصواني اصلا يعني دايما ثقافه الصواني انها بتدفي في البرد، طالعه كده السخونه منها على طول. والله مش عارفه، انا بحب السمك، بحس ان هو في الشتاء بيبقى مغذي قوي، بيمنع من الامراض وفيه فيتامينات وحاجات مقويه. على طول مغذي بصراحه، احنا حاجه ثقافتنا. تعرفي انا في يعني عندنا والدتي لما تيجي لها برد تقول لك اكلوني سمك. الناس يقولوا لا تجنبي. لا لان هو واخد سمعه اصلا تانية ان انت طول ما انت عندك برد ما تاكلش لا بيض ولا سمك. وكان معانا اكتر من دكتور قال لنا الكلام ده مش صح اطلاقا، ملوش علاقه بالبرد. لا السمك ولا البيض ولا الحاجات دي. بالعكس، السمك احنا بناكله جدا. واقول لكم حاجه تانية، والدي الله يرحمه لما كان يعيا كان ياكل ملوحه. يا اهل الصعيد بقى عارفينها ملوحه حاجه تانية خالص. عارفاها طبعا الملوحه. انا بحس ان السمك من احسن وامن اللحوم اللي الواحد ممكن ياكلها بشكل عام. يعني لو روحتي مطعم بره ما تخافيش مثلا انه مش غسلين السمك كويس، مش عامل، لانك في الاخر بتاكلي اللي جوه. لو روحتي عند حد برضو السمك بيبقى من احلى الحاجات بصراحه اللي دايما ينفع تتاكل. يعني والله اقول لك حاجه، معلومه، انا ما اكلش السمك بره بيتي. ما هو انت بقى شيف سمر اكيد. لا اكل من حد بره عشان خاطر الاولاد، بتبقى زفاره وبحس ان انا بقوم زفره يعني، فاهمه؟ انت لو انت بقى اللي بتاكليهم هم صغيرين وبتنصري لهم والحاجات دي فبيبقى ده طبعا. لا انا اكله في بيتي وكده بكرامتي بدل ما اتبعزق بره. والجمبري بقى وتقشري ويا ماما، والسلطه بتبقى مش قادره، والشوربه والسي فود ويستحمل. وبعدين اكله زي دي انت برضو محتاجه ان انت يعني تخمخي فيها انت كمان، فانت بره ما فيش تعتبر ما اكلتيهاش. فعشان كده مستحيل. دايما اقول لهم ما كلش سمك بره ابدا، مشاكله كتير وفضايحه اكتر على في المطعم. خلينا في الملموم في البيت. طبعا نشوف ان شاء الله طريقته معاكي النهارده. لكن كمان انت هتعملي لنا مع السمك السنجاري كيكه. لان السمك سريع الهضم. المره اللي فاتت عملنا برتقال بالجزر، كان تحفه بصراحه. وكنت لسه عايزه اقول لها انا يعني مش واضح باين انت اللي جايه النهارده، لو اعرف انك جايه كنت قلت لك اعملنا البرتقال بالجزر تاني. انا يعمله لكم والله تاني. تسلم عينيك. فطبعا السمك سريع الهضم، فعاوزين حاجه تسنده بعد الاكل. فهنعمل كيكه بقى المره دي تسنده شويه. جميل ان شاء الله. طيب نبدا معاكي بالكيكه باذن الله. عشان طبعا السمك هيخش الفرن. دايما لما نكون هنعمل حلويات وفي سمك عندنا ضيافه، اعمل حلو قبله عشان اضمن نظافه الفرن. ريحه الفرن ما يعني ما تروحش على الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها. بالظبط، ده امن ليا اكتر. بسم الله، بركه اسماء الله. انت حاطه خمس المقادير بقى. اللي انا قلت من 4 لـ5، بس انا بحب ازود البيض تكه في الكيكه بتبقى افضل. تبقى هشه وجميله. طب هي المقادير هتنزل قدامنا على الشاشه. برضو قوليها لنا كده وانت بتشتغلي. 5 بيضات، كوبايه زيت. طبعا انا دايما بحب استعمل دي الكوبايه دي. ليه؟ في كل البيوت. مفيش بيت ما عندوش. بالظبط، ودي بصراحه اللي مقدارها بيظبط معايا. اي حاجه تانية بحس ان انا الدنيا بتتبعزق مني. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتي كوبايه زيت وكوبايه لبن اهي. احط كوبايتين لبن. بسم الله، بركه اسماء الله. ممكن احط في البدايه كوبايه ونص. دي كيكه ساده عاديه ولا كيكه بشوكولاته ولا ايه نظامها؟ لا كيكه، وهعمل لها صوص شوكولاته على النار. بنحطه فوق يعني زي ما قلت تورتايه بسيطه. بخدع الاولاد بيها. الله، ماشي حالنا يعني. ممتاز، حلو قوي. لان يعني التورتايه اللي مش بسيطه الحقيقيه دي بتاخد وقت ومحتاجه كفاءه اصلا عاليه، غير التكلفه. عجينه التورتايه تسنين مش سهله يعني. معيش اي حد بيطلعها يعني. فدي عاديه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى ها كده اهو، عشان ايه اختك ما تتغرق. لا هيبقى تغريق على الهوا. احنا قلنا نتكلم عن جريمه على الهوا. معلقه خل. لا مش سامعين. الناس تسمع التكه دي. التكه دي ان احنا هنحط معلقه خل صغيره. معلقه خل. طب ليه؟ انا كنت مجهزاها. معلقه الخل دي اللي هي بتساعد في ان الدنيا تنفش اكتر، او الدقيق يبقى ليها قوام عالي اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه اسماء الله الحسنى. اهي بسم الله، معلقه الخل اهي. دي معلقه صغنونه. معلقه اكل ولا دي معلقه الاكل العاديه؟ بتضيع زفاره البيض وبتخلي الكيكه من جوه تنفش. دي تكه مهمه جدا. في ريحته مش هتبان نهائي ولا هتحس لها باثر. بسم طيب. الله، بركه اسماء الله. حسها كمان بتخلي الكيكه من جوه هشه هشه قوي. وديها كمان ضربه اكتر
حاجه بحبها في الكيكه ان كله يضرب في الخلاط. انجاز. بحط السكر واحده واحده والخلاط شغال افضل. بس انت بتستخدمي سكر بودر بالظبط؟ قد ايه بقى؟ مفيش، كوبايه ونص. بسم الله. طب يعني لو انا بستخدم السكر العادي فيها مشكله؟ لا النوع ده مش مشكله. لا 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 لا. ايه الهدف من استخدام السكر البودر؟ انعم اكتر. انا وانا بقلل كميته، يعني مثلا في ناس انا بحب الكيكه ما يكونش سكرها عالي قوي، عالي قوي. انا بحب احط عليه صوص شوكولاته، احط قطع شوكولاته فيه. فكل ده كفايه عشان تبقى متعادله. مش هتطلع عليك، خلي بالك القوام المكونات عماله تزيد فعمال يعلى. فما تقلقيش يعني. لا هي قلقانه، لا هي قلقانه على وبعدين لبسه اسود هيبان فيه على طول. تيجي هيتبعزق. ما تخافيش، ده كفايه المذيعه بتاعت المره اللي فاتت يا ندى، اكيد شافتها اللي كانت بتاكل التورته على الهواء وندى مش عاوزه تاكل خالص وكانت مش يا ماما تاكل. قلقت برضو يعني. ف بسم الله ربنا يهدينا جميعا. انا بحب الفانيليا باينه في كيكه قوي، فهزود كمان كيس. انا بعشق السايله عشان بتبقى باينه. بحب. لا بس ريحتها تبقى فعلا اقوى. قويه جدا. انا هريح ندى ونحط السكر دفعه تسنيم. 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 اللي خايفه انا عشان واقفه بعيد فمش مشكله. مطمنه. انت بس مطمنه من الاكل على الهواء. انت قد اللي بيقلقك يا ندى. لا لا والله، بس على فكره هي الازمه ان هي ممكن تكون كانت واخده الامر مثلا انها بتهزر، انها عايزه تعمل شكل التعبير. انا تعبير انا جربت تاني بعد الهواء وعادتها نفس الخطوه. هنبدا بقى نخلط الدقيق معاها واحده واحده. بس في حاجه دايما دقيق الكيك لازم ننخله عشان ندخل له هواء. انا حط عليه بيكنج باودر تمام ونخله. قد ايه بقى مستخدمه دقيق؟ حوالي 3 كوبايات. نفس الكوبايه بتاعتي. ما بغيرهاش. انا بحس بالنسبه لي الكيكه دي من الحاجات اللي ما بعرفش ادي فيها مقدار ولا معيار كده، مجرد النظر. لا والبيتزا كمان، في بعض الناس البيتزا بالنسبه لهم. انا هعمل لكم بيتزا سي فود بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش غريبه بس احنا اكيد مع الجمبري. بيتزا الجمبري يا ندى. حاضر. عشق الجمبري يا ندى. شوفي انت متوصيه بينا، عارفه كل واحد بيحب ايه فبتظبطي في المنيو بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه هننزلها واحده واحده ونقلب. مش بقى اشرب برتقال ولا عصير برتقال ولا اقول لك على سر ولا اي حاجه من الكلام ده؟ اقول لك على سر. قولي. انا ما باكلش اي كيكه فيها برتقال او ليمون. ليه بقى؟ ما بحبهاش ابدا. بتبقى خطيره خالص خالص. انت مش بتحبي الطعم ده نهائي نهائي. انا اصلا ما باكلش البرتقال بيني وبينك. يعني شوفي عملت عصير البرتقال ملايين بس بينكم وبينها يعني على الهواء مباشره بيني وبينكم. صدقي ما اكلوش نهائي ولا اليوستفندي ولا اي حاجه حمضيه من الفواكه دي. لا يعني ممكن اليوستفندي ممكن، لكن البرتقال وما اقشروش لاولادي كمان نهائي. مش ريحته خالص. ماما اقول لهم عيشوا مع نفسكم. بسم الله. باباهم يقشر لهم، والدتي ربنا يديها الصحه تقعد تقشر للبيت كله. انا اقول لهم ابعدوا عني بيه. بسم الله. في ناس ما بتحبش روائح الفواكه، يعني انا حتى ما بحبش لا برفان بريحه الفاكهه ولا معطر بيت بريحه الفاكهه. وانا بحس ايه ده احنا قاعدين في المطبخ على طول. لا بحس ان عايزين حاجه كده مختلفه. هشوفي قوامها حلو ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت هقول لك خفيف يا سمر. هتهش هتنفش. هتنفش. هتنفش معنا. هتبقى لا، وكمان لما دي هيتقلب وتدخل في القالب هتطلع عاليه. هحط كمان قطع شوكولاته. شوكليت شيبس. الاولاد بيحبوا الشوكولاته. فدايما ايه هتسيح جوه ولا هتبقى ليها قوام تقيل؟ لا ليها قوام تقيل لانها مش دي بتاعه الكوكيز. بتاعه بسكوت. مش الثانيه اللي هي نفتح كده الكيك نلاقيها نازله من النص. دي ليها سيستم ثاني. هي دي بقى اللي بتدي الواحد احساس نفسي حلو قوي. تسنيم امبارح كنا بنتكلم عن الشوكولاته وتحسين المزاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي طبعا هي هتحط لها ماده دهنيه. هي تيفال. هي تيفال تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبك جامد على فكره. انا لازم احط حاجه دهنيه. هتشككيني ليه؟ وبعدين تعملي زعتها اللي هي الدقيقه بتاعت الدقيق. لا ما بحطش دقيق بس لازم ماده دهنيه. ما بطمنش غير ما احط ماده دهنيه. هتشككني. شوفوا بتشكك الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا متعلق. اقول لك حاجه، انا دايما اقول ما اعرفش. من قال لا اعلم فقد افتى. من قال لا اعلم فقد افتى. دايما اقولها لاولادي. نعيش دايما جهله. صحيح. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مهما الواحد بلغ بيتعلم. كل ما الواحد بيتعلم حاجه جديده يا تسنيم بيحس ان هو يعني لا لسه في كتير. ان هو كان جاهل جدا. وكل ما بيتعلم حاجه لا لسه في اكتر. عشان كده انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بيبقوا اكتر ناس عارفين انه مهما الواحد اوتي من العلم لا ده بحر واسع جدا ما نعرفش لسه في المزيد اللي بعد. صحيح. كان يقول لك ان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه جاله واحد مسافر
فطبعا احنا هندخل الكيكه كده، هنعمل الصوص وهندخل الكيكه، بس ايه نستنى الفرن يطلع. قولي لي المسافر ده عمل ايه؟ المسافر دوت جه لسيدنا انس رضي الله عنه من العراق، فكان معاه 100 مساله فساله، فما اجابه سيدنا انس الا عن مساله تقريبا او اثنين، فقال له ضربت لك اكباد الابل من العراق فتجيبني على مساله، قال فاذهب وقل ان انس بن مالك لا يعلم. لا يعلم. هو سيدنا انس بن مالك. بسم الله وبركات اسماء الله. هنحط لبن، انا هعمل عليها صوص شوكولاته. ده هو جاهز. بيتباع ده كده حوالي نص كوبايه بس، ما انا هزود اهي. ده الصوص ده سهل جدا. هو بيتحط عليه بقى اللي هو اللي بيتجاب في البامب ده، اللي هو اللي والله يعني اللي موجود يعني تصوص. انا دايما ايه مثلا الحاجات دي بتبقى عندي في البيت. ليه جالي ضيوف فجاه مش هترجى بقى اللي ينزل يشتري والحظر والوقت مقفول. لو حركه ان حد ينزل يجيب ضيافه والناس موجودين دي بتبقى محرجه جدا. فانا دايما احب الحاجات دي المغلفه عندي، ولو سبتي الحاجه مفتوحه في الثلاجه الله يرحمها لا خلاص انتهت. بيعيشوا هم ويتفننوا في حاجات خلصها لك، فعشان كده انا دايما بحب الحاجات المجففه. سبحان الله تحس ان الضيوف ما بيجوش غير لما يبقاش عندك حاجه، ايام ما تبقي البيت مليان فاكهه ومليان مصاير وانت عامله كيك والثلاجه عمران ومنظفه البيت ومروقه على نفسك وعلى الاولاد، وقاعده انت وهم بتستنوا ايه حد يعني يقول لكم صباح الخير. اول بس ما تبدا الثلاجه تفضى او الدنيا تكركب شويه حد من الاولاد يهيج الدنيا تلاقي الجرس بيرن على طول. الضيوف وصلوا. فطبعا ايه من الافضل ان احنا نعمل بجيب الحاجات الجافه دي عشان هم عاجزين عن استخدامها. أيوة. ونخبيها منهم كده. خلاص هتعملوا بيها ايه؟ عاجزين عن استخدامها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الصوص. بسم الله. وعلى قد ايه قلتي لبن؟ كوبايتين. كوبايتين. بيبقى مكتوب عليه الجاهز ده، بيبقى مكتوب عليه الكميه اللي بتستخدم قد ايه؟ هو مكتوب عليه، بس هقول لك حاجه، انا زودت نص كوبايه لسبب. عايزاه سايل اكتر؟ عشان الكيكه تشربه. تمتصه. وكمان الكيكة لما تطلع من الفرن هسقيها نص كوباية لبن كمان، هطريها زي الكيكة اللي احنا بنجيبها او التورتة من بره، بحس انها طرية فانا بحبها كده. فكده هنعملها والكيكة تطلع وهنشوف بقى شكلها ان شاء الله. جميل. هنبدأ معاكي كمان في السمك؟ لا ادخل الكيكة الاول عشان الحاجة ما تحرقش. من قبل الهواء بتقولك عايزة ريحة الكيكة تبقى حلوة مش هقطع من السمك. مش هينفع لحد ما اطلع الكيكة الحياة من الفرن. طيب. عشان خاطر ايه ما الفرن والسمك ما يبوظوش مع بعض. طيب جميل. هنرجع لك مرة تانية ان شاء الله معاكي بقى السمك السنجاري تعمل ازاي في البيت، بحبه جدا بعشقه. وهقول لكم النهاردة طريقة جديدة جدا فيه هتفيدنا رمضان ان شاء الله وفي الاعياد والمناسبات. تكة بسيطة. جميل. هتعجبكم ان شاء الله. طيب. اهلا بكل مشاهدينا مره تانية، ورجعنا للمطبخ. والحقيقه المطبخ ده بقى ايه الحاجات اللي ممكن تندم فيها في المطبخ وتعملها وتروح رميها في الباسكت على طول. ما تندميش على فكره، يعني هتتعلمي برضو من الحاجات دي وهيبقى ماضي لطيف ما فيش اي مشكله. مش مشكله خالص. هنعمل بقى النجريسكو بقى. النجريسكو ايه؟ انا ايه اللي دخلني في النجريسكو؟ جعانه شويه. طيب هات السنجاري. حطيت الاثنين في بعض. السمك السنجاري اولا، تنظيف السمك في البيت كارثه. مصيبه لاي واحد بيحب فتح بطنه تنظيفه ونجر قشوره والكلام ده كله. القشر بيقعد بصي يتنطور حوالين الحوض كده وعليكي. تحسي كده ان انت في كم من الزفاره غير طبيعي. النهارده بقى تكه جميله قوي قوي هتخلي اي واحد التنظيف ده بالنسبه لها حاجه سهله. بجيب كيس، تمام، عارف ازايز الميه الصغيره بتاعت الميه المعدنيه اللي بنرميها دي، بجيبها بملاها ميه واحطها جوه الكيس اتنين كده عشان توقفوا يعني او عشان اوقفه وعليه. وادخل السمكه جوه وابدا انظف القشور وافتح بطنها كل حاجه تحت الستار. تحت الستار. وبلم في الاخر اروح لما ده كده ورميه في الباسكت والموضوع حواليا زي الفل. وانا زي الفل. يترمي بره البيت بقى، طلعوا الباسكت الكبير خالص اللي بيبقى بره علشان ما يعملش ريحه. حاجه ان المطبخ نظيف. سيبك من كل حاجه. السنجاري عندنا يا جماعه معظم الناس اخده بال يعني فكره ان هو لازم يكون مفتوح زي الكتاب. انا ما بحبوش مفتوح زي كده. بتنشف السمكه. ليه؟ بتخلي سمكه ناشفه. في ناس بتحط لها فويل الاول لحد ما تستوي. انا بحبها طريه، بحب السمكه طريه فبعمله مقفول. طبعا دي كانت بسم الله الرحمن الرحيم يا بركه اسماء الله الحسنى. طبعا ده دنيس شبه البولتي. انا بقول عليه دنيس وبقول عليه بولتي والتاني بقول عليه بوري، مش ما اقولش الاسماء بتاعتنا بتاعتهم دي. ده اسمه شبرا او دنيس، احنا بنسميه دنيس. طبعا ملك في القلي في الطواجن. ملك بدون منافس منازع. القاروص، تمام، حاجه سمينه حلوه شبه البوري. ده انا بحبه في المشوي جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس ده مشوي الرده. مشوي الرده بيبقى جميل سمين اكيد. أيوه. بتاكلي يعني عارفه الفرق ما بينهم ايه؟ لحمه ضاني ولحمه بتلو. ايوه الاثنين طريين بس في فرق ما بين الاثنين. كل واحد بيطلع في حاجه احلى. بالظبط. بس ده في القلي سيد قوم. في الشرب هنعمل بيه شرب بيتحمل الغليه شويه. في تكه بسم الله الرحمن الرحيم يا بركه اسماء الله. فانا هعمله النهارده مقفول. مقفول هنشوفه. مقفول. بيبقى حلو جدا. وبتطلع السمكه من السنجاري اصلا عشان فتحته. مع اني بحبه جدا جدا. جربيه بقى. احس انه بيتهرد كده واحنا بنفتحه. تقصدي اللي هي فتحته بتاعه السلسله دي وانت كسراه دي جنبني بقد بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده توم. تتبيله بقى بعمله توم مهروس بفلفل اخضر واحمر وحط عليه بقى حفل التوابل. كل اللي عندك بقى. كل اللي عندي. تمام. باستثناء طبعا القرفه. ينفع التتبيله دي احطها في الفريزر وكل ما اجي اعمل سمكه اطلع منها؟ لا حطيها في الثلاجه في برطمان ازاز تقعد عندك حوالي 15 يوم. ما 15 يوم قليل. تقصد تسنين كتير. كتير عايزه تقعد بالشهر او تقعد مثلا شهر كده لو انت مثلا هتعملي هتغير 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 طعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس تقول لك انا بستعمل خل مع السمك. لما سمك يقول لك انقعي السمك في خل اعرفي ان هو مديكي سمك مش كويس وبيضحك عليكي وعاوز يغشك. طب ليه؟ سمك مزارع مش حلو عاوز يضيع ريحته وطعمه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عشان الخل. الزفر. الخل بيمسك السمكه المهريه فهو عارف ان سمكه مش مظبوط فعاوز يقول لك داري الجريمه روحي ايه نظفي السمك يا مدام وانقعيه. بسم الله يا بركه اسماء الله. وانقعيه في حبه خل وشوفي هيبقى طعمه زي الفل. بيداري جريمته. شوفي بقى ازاي. شوفي بقى بيحطوا فيه كمان جمبري. بالسنجاري. في كل طبعا حسب المتاح. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركه اسماء الله. انا بحب احط فيه الشبت والبقدونس بيديله ريحه جميله جدا. اهو وحشي حلو كده بيبقى جميل. بسم الله. اهو شوفي بقى الشقوق دي هتحشي الشقوق دي كلها. وطبعا لما تحطيه بعد كده انت كده كل ما تقطعي فص من السمكه هتلاقي ايه تتبيله جواه واللحم شارب. واللحم شارب. هتحطيه فويل. هقول لك ليه. احيانا بيجي علينا العيد اجازه انت مثلا نزلت السوق يا تسنيم يوم الجمعه وجبتي طلبات بيتك وجبتي سمك. طب انت بتشتغلي. طب انا عاوزه اعمل اكله في نص الاسبوع مريحه. اجيب سمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليكي. ايوه فكري في اختك كده. اهو عملت لها الفرشه الجميله دي بصل وطماطم وفلفل وحاجه شبك. نظيفه. حطيت السمك في قلبها. هعمل واحده وواحده عشان نشوف الطعم. بسم طيب الله يعني الرحمن. دي هتبقى نفس التتبيله ونفس الطريقه بالظبط اهي. طيب احنا شفنا معاكي الطريقه يعني طريقه التتبيل وفتحه. هنرجع لك مره تانية يا سمر. بس عايزين نشوف الاسعار النهارده في مصر وصلت لحد فين. السمك بكام؟ البولتي والبوري يا تسنيم النهارده يا رب بيض وشنا يا رب ان شاء الله النهارده تبقى الاسعار حلوه. خلينا نشوف معاكم اسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مصر وصلت لحد فين. البولتي ب 30 النهارده كده يعمل له 4-5 سمكات لو هم صغيرين شويه. صغيرين. 4-5 سمكات. يعني في المعقول لحد ما. انتوا بتجيبوا اسعار مصر ولا اسعار هنا؟ اسعار مصر طبعا. طيب انا كنت لسه بقول لك قبل واحنا الاسعار بتعرض بقول لك على اللي بالصلصه وتحتيه البطاطس اللي هي صينيه السنجاري. انت كنت بتقولي لا دي مش اسمها سنجاري. لا. بس انا اللي قال لي ان ده سنجاري. كنا في مره في مصر في بورسعيد وصاحب المطعم بقى قال واعمل لكم سنجاري تحفه وبتاع. بصيت على السنجاري لقيته بالصلصه وتحتيه بطاطس والسمك مفتوح كده ومحشي حشو شبه دي برده. ساعتها كده سمر وماسك في دماغي ان السنجاري بالصلصه والبطاطس. لا ده طاجين. احنا عندنا بنسميه طاجين وهعمله. والطاجين عندنا اصناف واشكال يمكن 3-4 اصناف. طب انت بقى حطيتي دلوقتي فلفل اخضر واحمر
شوفي انا بقطع كمان وشبت. شوفي انا بقطع التقطيع دي طبعا دي بتعذبني جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احطه في الكبه؟ لا مش حلو. عايزه اخد بالي الاجابه. لا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها مش ظريف. عملتها مش ظريفه خالص. انت عايزاه يطلع باين كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتي كده توم باودر وحطيتي فلفل اسود وحطيتي بابريكا وايه كمان؟ وملح طبعا. ملح وليمون. انا حطيت مكان الخلطه بتاعت السنجال يا جماعه اللي بالثوم لو تلاحظي. خدتي الباقي منها بالظبط. اهي ده بقى هنعمل ايه بقى بيها؟ هحشي بيها السمكه دي. ده بسميه سنجال اسكندراني. بدل ما نفتحها ونقطع كله حلقات وتغطيها فويل عشان تستوي الخضره وبعدين تكشفي وتحطي الزيت، لا ده انا هحطها مكشوفه مره واحده تستوي وتتحمر والخضار جواها يتحمر. مش فاهمه حاجه بس هفهم منك. والحلقات بصي هي الحلقات بيبقى نوع تاني. انت ده سويه تانيه. انا بدي هتقطعي ده حلقات طريقه. هقطع ايه حلقات؟ هو في اسكندريه بيعملوا سنجري حلقات. هما بيعملوا ازاي؟ بنروح علينا احنا الاثنين مش بحراويه خالص. أوكي. واحد شرقيه واحد صعيد فبنروح علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعملوا ايه؟ بيجيبوا السمكه ويروحوا فاتحينها زي الكتاب كده بسكينه كبيره وبيفتحوا الراس تمام. ايوه. وبيجيبوا السمكه بعد ما يفتحوها المفروض انها تتبل بالثوم والكمون الاول. طب ما احنا بنعمل كده خلاص. ايوه. تروحي جايبه بقى فتحتيها تروحي مقطعه بصل وطماطم وفلفل ودنيا فوقها. طب الحاجات دي ما بتاخدش تسويه السمكه فبتضطري تغطيها بفويل. بسم الله. أيوة. بركه اسماء. بالطريقه اللي احنا بنعمل بيها بالظبط. لا الطريقه بقى دي قطعت الخضار صغير ودخلتيه في السمكه. ودخلته في السمكه مش هحتاج بقى ان انا اغطيه فويل. يعني انت هتدخلي الحاجات دي كده، انت جايبه الصينيه القصدير دي هتدخليها الفرن زي ما هي كده؟ زي ما هي كده. لا هتغطيها بفويل ولا زبده ولا اي حاجه خالص. اي حاجه على ما وشها يتحمر. لازم نشوف النسيجه نشوف اللي احنا متعودين عليه ولا بتاع بورسعيد كده. مش هتنشف. وفي نفس الوقت انا عملتها كده ليه؟ دلوقتي انا قلت لك انت نزلت السوق جبتي سمك، طب انا عاوزه اكل اكله في نص الاسبوع بس الشغل وهرجع زفره، لا انا ممكن اعمل فريزر. كل ده بنفس الصينيه واغطيها بالاسترش وادخلها في الفريزر. طب كده فرقت ايه عن الصينيه اللي هي صينيه السمك الصينيه اللي بنحطه وندخل في الطعم تاني؟ الطعم هنعمله المحتاج. هنعمله ان شاء الله. هو السمك ما بتحطه الفريزر لحمه ما بتهريش لو طازه ونضيف ومن البحر؟ مستحيل. وعاوزه اقول لك معلومه تانية برضه، بس بجيبه طازه بصراحه. مش بجيبه المجمد. لما تجيبي السمك ما تنضفوش وتغسليه، ما تنزليش ميه البحر منه. سبحان الله. يعني اجيبه من عند بتاع السمك على الفريزر عادي؟ ما تغسلهوش ما تنظفهوش. تمام. يعني زي ما هو كده في كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا مستنى نشوف النتيجه في الاخر. بسم الله. رجعنا للمطبخ وللسمك وللكيك الجميل بالشوكولاته والسلطات التحفه اللي سمر بصراحه يعني متعلقه فيها. السمك لازم له سلطه خضراء. ما ينفعش يعني انا بعتقد مش طحينه مقبل الا جنب السمك الا السلطه. السلطه الطحينه انا بحبها جنب الجمبري الكاليمار الحاجات دي بالذات الحاجات المقليه. لكن طالما بعمل سمك سنجاري مشوي يبقى هي سلطه خضراء. او السلطه على الرز بقى ومعاهم حته السمك ويا سيدي عالم تاني بقى. انا بحبه كمان بالعيش، طعمه بالعيش جميل قوي. خصوصا الخلطه اللي تحت دي الطازه. بتحبي الطازه بالعيش؟ انا اللي اعرفه انه او يعني بشوف ماما وخالاتي يحبوا ايه السمك يبات ويتاكل بالعيش. يتاكل بالعيش وجنبه جرجير او بصل اخضر او حاجه من الحاجات دي. يعزه قوي السمك البايت ده. هنعمل له طريقه جميله قوي تحيه من اول وجديد ويبقى صنف مميز حتى لو عنده ضيوف او للاولاد. ضيوف؟ طب للولاد ماشي. الضيوف هياكلوا سمك بايت من غير ما يعرفوا ان هو بايت، اكنه طازه بالظبط معمول. يا شيخه ده مهم قوي نعملها دي. دي هنعملها ان شاء الله. بنعملها احنا في بورسعيد بنحيي السمك خصوصا المقلي. المقلي ده بالصلصه. بالصلصه المقلي بالذات يعني ما بينفعش نتحايل عليه، لازم يقرمش ديله ويقرمش كده يتسنيم. وال بتعمله بقى بطريقه ثانيه، بيدخل الفرن بقى كانه معمول صينيه. صينيه ماما بتعمله. بنحط معاه باذنجان وفلفل مقلي وخل وثوم وبطاطس. لا من غير بطاطس. احنا بقى بنحط بطاطس. لا وخل وثوم وتعمليه طاجن جديد بصنف ثاني بيبقى طعمه تحفه. سقعت السمك. جميل. طبعا احنا عملنا جماعه احنا ان شاء الله يا رب جعلها ايام مباركه علينا جميعا في رجب وان شاء الله شعبان وبعد كده رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا اياه نحن واياكم امين يا رب العالمين. انا بعمل السمكه كده بتبلها وبلفها في استرتش وهي نيه وادخلها في الفريزر خصوصا للوحده اللي بتشتغل. عندي ظروف ونازله مشوار وعاوزه الاقي غدا. قبل ما انزل هطلعها من الفريزر افك الاسترتش واسيبها تفك في الصينيه. أيوة. اجي اشغل الفرن ادخلها. على ما اخش اغير ملابسي انا والاولاد جاهز الغدا جاهز. تسلم ايديك يا سمر حقيقي شرفتينا. ربنا يخليكي ودايما وصفاتك سهله
وفسفور وسمك صحي، وان شاء الله يعني ربنا يجعل الوصفات دي كلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. وبألف هنا وشفاء على قلوب الجميع. شكرا موصول لك يا ندى، ان شاء الله تكون حلقه الناس استفادت منها. اكيد باذن الله يكونوا استفادوا منها. احنا كمان شخصيا بنستفيد كل يوم على فكره من ضيوفنا اللي بيكونوا موجودين وشفاتنا اللي بيكونوا موجودين. احنا على المستوى الشخصي بنستفيد منهم كتير. نتمنى ان حضراتكم كمان تكونوا بتستفيدوا. شكرا لحسن وطيب المتابعه، سواء كنتوا بتشوفونا من خلال شاشه مكملين الجميله او من خلال منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم ان شاء الله تعالى بكره في حلقه جديده على الهواء مباشره، ودايما معاكم وبيكم بيتنا ومطبخنا احلى.